مداخلة حلوة من سيدي الفقيه المهندس محمد نور السويد الحلبي الحسيني. سيدي تقول الإنسان لما يولد يؤذن، ولما يولد من السنة أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام الصلاة في أذنه اليسرى، ثم لما يموت يقام عليه صلاة الجنازة بلا ركوع ولا سجود. شو الحكمة سيدي؟ الحكمة قصر الحياة الدنيا عندنا قصيرة جدا جدا، عمر أمتي بين 60 والسبعين. نعم، وقل من يتجاوز ذلك. سيدنا الرسول عليه السلام هو وصاحبيه 63 سنة كانوا ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى، وأنه كلما كبر عليه. سبحان الله سيدي، هذا قبر أختنا في الله اسمها نادرة بن يوسف بيك البرنو من فلسطين الغزة، أول ثاني قبر في المقبرة. ما شاء الله. اي والله سبحان الله الله يرحمه. اي نعم سيدي تفضل. من سن سنة زيارة المقابر كان سببها أم الرسول عليه الصلاة والسلام سلامة رضي الله عنها، فبعد أن قام بزيارتها قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وحديث سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذنني، وسألت أن أستغفر لي فلم يؤذن لي، لأنها ليست من أهل التكليف، وليس لأنها والعياذ بالله كما يدعي الجاهلون. الله يغفر له. نعم، خلاف ذلك، لأنها ليست من أهل التكليف وليست من أهل الدعوة، وكانت قبل بعثة الرسول عليه السلام توفيت، فهي من المغفور لهم، وما كنا معذبين حتى نبعث لهم رسولا. والتكليف فرع من الشريعة، والتكليف لا يوجد تكليف فلا ذنب فلا استغفار، فما دام لا يوجد تكليف فإنه لا ذنب ولا استغفار. انت كتابك أدلة والدين النبي سيدنا عبد الله بن هاشم وامه آمنة ثواب انهما في الجنة. نعم نعم، حلو، الوالد ايدك فيه سيدي وصلى الله عليه وسلم. نعم نعم، وهو جاهز للطبعة الثالثة بما شاء الله من التحسينات والاضافات، وبانتظار متبرع يطبعه ان شاء الله. يا رب احنا ان شاء الله نساهم واحنا دراويش. وسيدي الدملخي ادعوا له كمان مقبل على وظيفه، وادعوا له ربنا يسهل له بكل عاطف. اي والله هو مداح وهو ماهر زيدان ربنا يوفقه وسليم المحروس هذول والرضواني. شو كان ربك نسيا. اي والله هو انت وين تخرجت المدرسه سيدي الدملخي؟ الدمو لاخي. نعم سيدي، درست تقرير شرعي ودرست ايضا ادب. وين؟ في مدينتي في الرقه. انت رحت الرقة سيدي الحسيني السويدي الحلبي النوري، رحت الرقة؟ رحت الدير؟ رحت للرقة، اشتغلت احدى الصيفيات في نادي بناء نادي اليد في الرقة. الله. وسألت مولانا الشيخ عبد الفتاح هل يجوز لي ان اعمل في هذا البناء لانه ملعب؟ قال لي: أليس يمكن أن يصلى فيه ويصبح مسجدا؟ قلت بلى. قال: إذا يجوز. هو مين شيخك؟ الشيخ عبد الفتاح أبو بكر رضي الله عنه. أيوه، دفن هون بالصابخات هو؟ لا، في المدينة المنورة ساكنية أفضل. اللهم صل وسلم. وأبو ريدة؟ ما بعرف أبو ريدة. اللي كان مع أبو أحمد دواس عبد القادر العاني وفؤاد عطية الرفاعي جروب وشاكر الراوي خاشعراء مع أبو شاب الراوي اللي كانوا يقعدوا بشدادية ثابت النجم وعبد القادر الكمالي وأبو أحمد دواس، ما كنت تروح لهم ديوانه؟ لا، الدواس كنت أروح له ديوانيه لما يكون في عنده. وكان السيد أبو هاشم أبو طلال هاشم أخو السيد جاسم الرفاعي. أي أبو طلال كمان أعرف. قدس الله سرهم وسركم سيدي. والله يرحم الأموات وإن شاء الله إحنا دائما. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. تفضل سيدي. أفتح لكم الباب.